شرح سريع عن نوت 10 بشكل سريع. تكلمت عنها طبعا بشكل مكثف، لكن واحدة مثل جاء في بالي قلت اتكلم فيه مرتبط بالشكاية مال الادوات، والشيء الثاني موضوع الواهو او منظمة الواهو والدماء وما الدماء، كلها تكلمت عنها بشكل مكثف. المثل الاول الموس، الموس سواء الموس العادي او الموس حق الحلاق هذا اللي هو شفرة واحدة او ماكينة الحلاقة، مرتبطة بموضوع الادوات. لما قلنا ببساطة الادوات ما لها دخل بالتحكم، التحكم لها دخل بالخيال. لا تمدح او تلوم الادوات، لوم او امدح الخيال. نفس الخيال بنفس الحصان جاب نفس النتيجة بكل الادوات سيئة، ذاك خيال جيد جاب نتيجة جيدة بنفس الحصان بنفس الادوات. فمهما غيرت الادوات ما تغير النتيجة ككل، فالاساس هو الراكب وليس الادوات. هذا ينطبق على موضوع الشكيمة. ثم قلنا نقطة اخرى وهي موضوع ان اغلب كلام الناس عن بعض الادوات غير صحيحة. سبيل مثلا لما يقول الشكيمة باردة، الواقع ان الباردة مي باردة، قد تكون احر من نواحي، ويسمون الشكيمة حارة حارة، قد تكون من نواحي ابرد مي بحارة، وهكذا. هذا النقطة اللي ابغى اتكلم فيها موضوع المثل هذا، احاول قدر المستطاع اوصل الفكرة. طبعا زي ما قلنا موضوع ببساطة انك اذا ركبت حصان صح تحكمت فيه بتجيب نفس النتيجة بالشكيمة اللي يسمونها باردة وبالشكيمة اللي يسمونها حارة. ولما تركب الشكيمة بتكون جايب كل شيء تبغاه بالرشمة. ولما تبدا تركب الشكيمة تبدا باللي يسمونها باردة وتجيب اللي تبغاه بالضبط بالشكيمة يسمونها باردة. ثم تركب اللي قطعة واحدة اللي يسمونها حارة وتجيب نفس النتيجة، ما تغير شيء. مما يعني ان التغيير هو التغيير الثالث اللي قلناه. لما قلنا تغيير الشكيمة ثلاث انواع. التغيير الاول تغيير خاطئ، وهو ان تغير الشكيمة وتحط شكيمة اقوى بهدف التحكم بالحصان. وهذا تغيير خاطئ اغلب الناس يسويه، لكن لن ينجح مدى طويل. الحصان يستمر يخرب، يستمر يشين، تستمر تتقرقبته الى اخره. التغيير الثاني زي ما قلنا اللي هو بينه وبين شخص جيد تحكمه جيد بس يبغى الشكيمة تساعده، ففي مساعدة واضحة من الشكيمة، لكن بالنهاية الأساس هو ليس الشكيمة. التغيير الثالث هو الأساس زي ما قلنا في الطريقة الأصح في وضعي في نظري، التغيير للحصان. مش معنى التغيير للحصان يعني ببساطة نفس النتيجة نفس الدرجة ما تغير شيء. لما ركبت الشكيمة قطعة واحدة بعد الشكيمة الباردة والشكيمة المكسورة يسمونها باردة، كل اللي سويته إنك ببساطة سويت شيء أريح للحصان. شو دينا أريح للحصان؟ فك فمه قل، رفع رأسه الزايد اللي بسبب الشكيمة قل، شدوقه ما عاد زلغت، ما عاد في جروح او اثار للشكيمه زي الشكيمه اللي يسمونها بارده. اللي يسمونها بارده هي اللي عورت الحصان شكليا، يعني من بعيد من نظر الحصان، ولما تقرب من الحصان تشوف شدوقه. ثم ما ركبت يسمونها حاره من نواحي معينه تكون خافه. وشرحنا زي ما قلنا الموضوع بالنهايه انت ضد او مع اي اداه من الادوات، الدعوه كيف تستعملها. استعمالها اهم مجرد استعمالها. طبعا نبدا سريعا، اللي يبغى شرح مفصل يرجع في اليوتيوب. الموس والماكينة. الموس انت تمسك الموس بيد وجلدك، فأي خطأ يصير جرحت نفسك انت المسؤول. انت اللي كنت ماسك الموس وجلدك، فانت تحس بالجلد وانت ماسك الموس، وانت اللي تحدد مقدار قوة تحريك الموس على الجلد. فأي شيء يصير منك انت. هذا اقرب مثل للسنافل او يسمونها باردة، الضغط على الشدوك، فيدك تحس بفم الحصان مباشرة بدون اي تدخل، وفم الحصان يحس بيدك مباشرة دون أي تدخل. فأي خطأ بيصير منك أنت مو من الشكيمة، أي بلا بيصير منك أنت مو من الشكيمة، عشان كده تبدأ فيها. عشان كده يركب خطأ ما يحبها أو ما يحب يبدأ فيها، ويركب صح لازم يبدأ فيها ويحب يبدأ فيها عشان يحس بفم الحصان وعشان الحصان يحس بيده. طيب الماكينة إلى حد كبير أنت تمرها على الجلد، لكن الآلة اللي مشتغل ما يدخل فيها أنت. تقدر تضغط الماكينة قوة، تقدر توخرها، لكن بالنهاية سرعة خلينا نقول حركة الماكينة ما تدخل فيها. هذا مقارب إلى حد ما للبلهم أو الشكيمة، أنك ببساطة لما تجر أنت ما تجر فم الحصان، أو يدك ما تحس بشدق الحصان، يدك تحس بالشكيمة اللي هي الرافعة، ثم الرافعة توصل الضغط لفم الحصان اللي هو الفك مو بالشدق. يصير الضغط على الفك في البلهم وليس على الشدق. عشان كذا زي ما قلنا الشكيمة يسمونها باردة اللي هي سنافل أريح للفك لكنها تضايق الشدوق. الشكيمة يسمونها الحارة اللي هي البلهم العربية أريح للشدوق لكنها تضايق الفك. فكل واحدة أريح من نواحي، كل واحدة تضايق من نواحي. في الحالة هذه أنت ضغطك أو يدك تحس بالرافعة، والرافعة توصل الضغط هذا لفم الحصان، فالحصان ما يحس بيدك مباشرة ويدك ما تحس بفم الحصان مباشرة. عشان كذا ما تحب تبدأ فيها في الطريقة هذه، تحب تبدأ بالشكيمة يسمونها باردة ويسمونها سنافل. تنتقل لها إذا حسيت أن الحصان مرتاح ما تضيق كل شيء تبغاه، بس أنك تحس أنه مو مرتاح بالشكل اللي تبغاه، شدوقه متضايقه شوي متزلغه في بدايات. فما تركب عليه اللي يسمونه حاره البلهم العربيه الى حد ما ينتقل الضغط من الشدق الى الفك فيرتاح الحصان. وضعيه رقبته، وضعيه فمه، وحتى شدوقه ترتاح بشكل واضح. هذا اقرب لموضوع الماكينه اللي هو كالتالي. الماكينه اريح على الجلد من الموس ب
باتفاق أغلب الناس، ولكنها أخطر لو استعملتها خطأ. يعني الخطأ وارد فيها بكثرة، أنها ماكينة ما تدخل، ما يعني ما راح تقدر تتدخل أنت بطريقة تحرك الآلة. اضغط قوة، اضغط شوي، قرب وخر، لكن النهاية الآلة نفسها ما تدخل فيها. هذا مقارب بالفهم، أخف على فهم الحصان خاصة الشدوك. لكن لو استعملتها خطأ، الرافعة بتضايق الفك، بتعور الفك، والحصان بيحوسك. الموس مقارب للسنافل أو الشكيمة المكسورة، وهي ببساطة أن الضغط أو اللي قد يصير من يدك أنت، الشكيمة ما تدخل أبدا، يدك اللي متدخلة. ففي كل حالتين شلك صح الحصان يمشي صح، شلك خطأ الحصان يمشي خطأ. ولكن القول بأن هذه الباردة أخف على فم الحصان كأنك تقول الموس أخف على الجلد من الماكينة، والواقع هو العكس تماما. لكن لا يعني أنك لو غلطت بالماكينة ما تعور، نعم لو غلطت فيها أقوى من الموس، ما كنت تستعملها صح. وذي أنت تبقى على الشكاية ما توقعتها، حتى في الحمام تفكر في الخيل. السنافل أو اللي يسمونها باردة، ليست باردة بل أحر من نواهج. والحارة اللي يسمونها حارة العربية البلهم قطعة واحدة، مي بحارة بل أبرد وأخف من نواحي. لكن نعم لو استعملتها خطأ، من نواحي أخطر، من نواحي أكثر أذى، من نواحي تعود. طبعا وضحت بشكل كثير يعني موضوع الفك والشد، يتوقع شرحته شرح مكثف، لا يعني ما يحتاج شرح زيادة. لكن أنا المثل جاب بالي قلت أقوله، يعني لأن المضحك في الموضوع أنه بالفعل إذا من ناحية الثقة في بداية تقول أبغى أموس عشان يكون بيدي، فأنا أضمن إيش قاعد أسوي. لكن لما تكون عارف إيش تستعمل تكون والله مكان أريح لك، من ناحية السرعة أسرع لي على ما قالوا، أريح الجلد، طرت عور جلدك، الاحتكاك والإحمار للجلد وغيره. فالقول بأن الشكيمة الحارة اللي يسمونها حارة أقوى على فك الحصان أو أقوى على فم الحصان بشكل عام، أو أنها تسمى حارة، عكس الصواب تماما. مو فقط كلام خاطئ، عكس الصواب تماما، واقع فيزيائي أن اللي يسمونها حارة أبرد من نواحي وأحر من نواحي، واللي يسمونها باردة أحر من نواحي وأبرد من نواحي. فالدعوة مرتبطة باليد وليست بالأدوات. شرحنا الموضوع هذا بشرح مكثف أتوقع كافي شافي. موضوع النتيجة هو الأساس. لو كانت حارة، الحارة معناتها قوة، معناتها أن الحصان لما تستعمل مع القوة عادة شو يسوي إذا كنت تركب خطأ؟ لما أركب خطأ وأنت تركب صح وأنا أستعمل القوة أكثر منك، عادة شو متوقع من الحصان لما أستعمل القوة؟ أنه يقاوم، ما يستجيب، يثقل، ما يخف. فلما يجيك واحد وكنت متحكم بالحصان لأن الشكيمة حارة وقوية، المفترض العكس، إذا كانت الشكيمة بالفعل حارة وبالفعل قوية، الحصان المفروض يخرب، ما يزين، يشين، ما يزين، يثقل، ما يخف. والنقطة الثانية، نفس النتيجة اللي جبتها بالشكيمة اللي يسمونها حارة، جايبها قبل باللي يسمونها باردة، وجايبها قبل باللي يسمونها بالرشمة، كما تركب الشكيمة أصلاً. النقطة الأخيرة وهي الأهم زي ما قلنا، اللي يركب خطأ، راكب شكيمة يسمونها حارة، وصدارة، وسرج، ومهماز، وعصا، ولنشات قبل الشغل، ومع ذلك ركبت حصان مع ثقة ما تحكم. يعني ما له دخل بالشكيمة ولا أدوات الدعوة، كلها مرتبطة باليد، بس المثل أتوقع أنه يعني جاز لي فكرته، أن ببساطة كونه بالفعل تثق فيه أكثر أو عملي أكثر لا يعني بالفعل أقل أداء، من نواحي أكثر أداء ومن نواحي أقل أداء. موضوع الواهو بشكل أحاول قدر المستطاع اختصرت، تكلمت فيه كثير جدا. الموضوع على قسم ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم متفق عليه لا يقبل النقاش، لما يقول لا يقبل النقاش عند الشخص المنطقي تكمل الجهل والتجاهل. الناحية اللي هي موضوع تغير الخيل العربية القديمة على الخيل الحالية، يعني لا يقبل النقاش، تكلمت كثير بالكتاب وفي المقاطع. ببساطة الخيل العربية الحالية في مسابقات الجمال، مسابقات الجمال ما أتكلم عن مصري بشكل عام أو البولش بشكل عام، أتكلم عن الخيل العربية في مسابقات الجمال أغلبها من كل 10 9 عروس، عكس الخيل العربية القديمة تماما من ناحية التركيب الشكلية التركيبة. هذا مثبت بالشعر والكتب والصور وغيره، تكلمت عنه كثير، ما ابغى اكرره. هذا رقم واحد، هو شيء متفق عليه. الشيء الثاني شيء مختلف عليه، نتفق على ان لا نتفق، اللي هو موضوع رايي ورايك. فرضا ان ارى الحصان ذا جميل، انت ترى قبيح، فلان يراه وسط خلينا نقول، والعكس صحيح مع حصان ثاني، فهو اراء، يختلفون الناس في ارائهم، ارى التركيبه جيده، ارى التركيبه سيئه، ارى جميل، ارى قبيح الى اخره. النقطه الاخيره هي شيء متفق عليه لكن حرف، طبعا حتى الأولى ممكن تكون حرفت، بس إثبات تحريفها سهل جدا. تقول والله تعال أوريك هذا حصان عربي قديم، صورته أو وصف العرب للخيل القديمة في كتبهم وشعارهم، ثم قارنها بحصان الجمال حاليا، انتهى النقاش.
سهل إثباتها إلى حد كبير، إنه شيء فيزيائي مرئي. لكن الناحية الثالثة اللي هي حرف الدم أو الدماء، وطبعاً تافه تحريفها وصعب جداً تحريفها، بس هذا اللي حصل. موضوع مرتبط بموضوع الواو. عبرة أعطيك إياها بشكل تفهمها كفكر. تخيل تجيك منظمة أوروبية في الوقت الحالي، ترك حتى بالماضي، يعني الحين ما عاد في عنصرية ولا عاد في قبلية زي أول، يعني أو موضوع يعني كان أمان حالياً، في الماضي كان في حروب وكذا. تخيل تجيك منظمة في الوقت الحالي تقول لك بجمع جميع القبائل، أو خلينا نقول شيوخ القبائل، أو يعني الفخوذ أو البطون اللي في القبائل، ونحطهم في منظمة معينة، ناخذ DNA حقهم، ومع الوقت بعد كم سنة، بعد 10 سنوات، 15 سنة، جميع القبائل اللي وافقت على الشيء هذا تسجل عندهم، واللي ما وافقت خلاص تهمل، ولا يقبل أن يسجل في هذه المنظمة أي أحد إلا إذا كان من القبائل اللي سجلت عندهم. فلو كان في قبيلة طردتهم قالت أنتم كفوا تسجلوننا، أو أنتم أوروبيين ما لكم علاقة بالعرب، أو أنكم ما لكم علاقة بالنسب، إحنا أدرى بنسبنا، ومع الوقت ما سجلوا معهم، ثم أصبح المرجع للقبائل هو المنظمة الأوروبية هذه، إذا القبيلة الفلانية اللي في الجزيرة العربية بدون ذكر أسماء ما عاد لها معنى ولا تعتبر عربية عند هؤلاء، وأصبح العرب يأخذون المنظمة هذه مرجع لهم. هل تتقبل شيء ذاك؟ هل يدخل مخك؟ بعد عن العنصرية والتحيز في المنطق، يعني حتى طبقتها عند أحد غير العرب، هل يقبل الأوروبيين أن يكون منظمة تنظم أنساب الأوروبيين في السعودية، أو منظمة تنظم أنساب الأفارقة في أوروبا، أو فرضا في أمريكا؟ لا يقبل النقاش. هل يحاسب منظمة الواو؟ منظمة الواو ببساطة جت خذت خيل، وكان أسهل شيء عليها أخذ الخيل البولش، الخيل البولندية اللي هي مضروب دمها، اللي هي آباء عربية ودمها مضروب، ولأمهاتهم عربية أصلا في دماء. الصان البولش يجيك رب جدة السادسة والسابعة والخامس مرات عربي أصيل، ما أدري وش، ما يوصل حتى المصر بالدم. المصري أصيل يوصلك الجزيرة العربية، لكنه كان أسهل أن يسجلونه. آخر خيل سجلت في منظمة الواو هي الخيل العربية الجزيرية. تخيل آخر قبائل سجلت في منظمة معينة للقبائل العربية فرضا القبائل السعودية وخليج، هل هذا منطق؟ هل يحاصل منظمة الواو؟ الفكرة أنت بتوصلها ببساطة، لا شك أنها فوائد المنظمة، أو بالأحرى فوائدها من عيوبها لا شك فيها، ولكن الناس صاروا يأخذونها مرجع أقوى من المرجع الأساسي. يعني ببساطة حصان واو حاليا بولش دم مضروب، أو مصري مبدمج زين، أو جزيري مبدمج زين، واو مسجل، ويجيك حصان ثاني فرضا واهو أو مبواهو لكنه بربط بالفعل عند قبيلة في نهجت في الشمال في الجنوب في الحجاز في بادية سوريا بادية العراق إلى آخره، حصان بالفعل أصيل لا يعتبر عربي أصلا، ما يسمونه عربي، ما يرونه عربي إذا ما كان مع شهادة، ولو حتى كان مع شهادة وفوق الشهادة شهدوا أهل القبيلة أو أصحاب الحصان بالفعل حصان، وإن الناس شاهدين له وإن بالفعل يرجع بالدم اللي فرض حصان الشيخ الفلاني أو الأمير الفلاني، ما يهم طالما أن منظمة الواهو مقامه هناك مو بجيد، ما يعتبرونه جيد. ربعنا حاليا ما هو مقبول متوقع في الوقت الحالي، خلاص الدنيا تغيرت، لكن المشكلة أن ربعنا يحرفون التاريخ ويجعلون أن الخيل المسجلة في منظمة الواهو هي المرجع الحقيقي لجميع الخيل العربية القديمة الأصيلة، وأن الحصان اللي مسجل في الواهو حاليا هو اللي بالفعل يمثل الخيل العربية القديمة. ولما ترجع للتاريخ المتردية والنطيحة هي اللي سجلها هو شيء في الخيل الجزيرية، أغلب الخيل الجيدة رفضوا يسجلونها أو سجلت متأخرة. المصري سجل بعد البولش، الجزيري سجل بعد المصري، الجزيري الجيد عند الأمراء الكبار والاصطبات الكبيرة سجل بآخر شيء مضطروا يسجلونه، لأنه ما كانوا مقتنعين فكرة أن أوروبي يجي سجله. فأصبح المرجع لأصالة دم الخيل العربية منظمة أوروبية، ثم أغلق اسمه سجل نسب، فيه سجل نسب مفتوح في سجل نسب مغلق. المفتوح هو أن منظمة تسوي سجل نسب مثلا زي روسيا بعض الخيل التركمانية وغيرها، إلى حين مفتوح يعني ممكن تسجل فيها خيل إذا ثبتنا من النسب ذا تسجل في المنظمة. الواهو منظمة مغلقة، يعني لو تبغى تسجل حصان عربي الآن مثبت أن عند قبيلة فلانية بالفعل عربي ما تسجله، طالما أن أبوه مو مسجلين عندهم في منظمة. ذاك في أمريكا الآن في منظمة مستقلة عن الواهو وتخالف الواهو ويختلفون في الصفات، والمنظمة الأمريكية تحاول ترى أن خيلها أقرب للخيل العربية الجزيرية اللي هي Desert Bred Arabians، فالأمريكان ما يعترفون فيهم وحنا نقدسهم.